مزيد عن التطورات الميدانية في حلب تحديدا مع محمد الهادي مراسل شبكة شام الأخبارية. أهلا بك محمد معنا. إذا لو تطلعنا على وضع في حلب اليوم، إلى أي مدى لا تزال وتيرة القصف بالبراميل المتفجرة بنفس الوتيرة أم تراجعت أم زادت؟ معلومات أكثر معك محمد. نعم، يعني لا تزال براميل الموت تسقط فوق الأهالي المدنيين في أحياء مدينة حلب وفي العديد من قرى الريف الحلبي. ربما كان اليوم أقل عدد الأحياء التي تضررت حتى هذه اللحظة. ما شهدناه اليوم ويعني كان له التأثير الأكبر هو قصف حي السكري بصواريخ الفراغية من طيران قوات النظام، مما أدى إلى ارتقاء ما يقارب 20 شهيد أو أكثر. أيضا تم قصف ضيعة الأنصاري القريبة من هذا الحي ايضا، وايضا هناك شهداء وجرحى، وكالعاده النقل الى المشافي الميدانيه. حي الشيخ خضر ايضا تعرض لقصف من قبل قوات النظام، لم ترد انباء عن اصابات والحمد لله في هذا الحي. اما في ريف حلب فكان القصف الابرز على مدينه رتيان، 4 غارات جويه مكثفه على هذه البلده الواقعة في ريف حلب الشمالي، ووقوع عدد من الشهداء والجرحى ودمار واسع في المباني التي يسكن فيها المدنيين. يعني هناك إصابة للمدنيين، هناك تعمد لاستهداف المدنيين في المناطق المحررة التي تقصف بشكل يومي في حلب. أيضا في الريف الحلبي يعني عزاز هيئة أخرى تعرضت إلى القصف بطيران حربي من قبل قوات النظام لليوم الثاني على التوالي. الأتارب في ريف حلب الغربي تعرضت إلى قصف صواريخ، ويعني وهناك اصابات في صفوف المدنيين. يعني لا نرى اي تغير، لا نرى تغير في الحال، يعني من براميل الى براميل الى براميل 10 ايام متتاليه، ولا احد يستطيع ايقاف نزف الدم السوري، نزف الاطفال، الرجال، النساء، الشيوخ. كل حلب تنزف، كل حلب تموت. يعني حتى الآن 600 شهيد أو أكثر، 600 الموثقين بالاسم فقط خلال 9 أيام، عدد كبير جدا من الشهداء، ولا نرى من يردع النظام عن هذه الأفعال. كلها مسلمين، كلها روح مسلمين. طيب بعد المناشدات التي تم توجيهها من قبل العديد من المنظمات والائتلاف كذلك، هل تراجعت الوتيرة أم لا تزال بنفس الوتيرة محمد؟ وكيف يتم التعاطي مع المدنيين من قبل منهم على الأرض، يعني حمايتهم، محاولة تقليل عدد الخسائر في الأرواح؟ نعم، يعني بالنسبة للرأي العالمي ربما الدولي العربي الغربي كلها لم تؤثر أبدا على أفعال النظام 9 أيام متتالية أو 10 أيام متتالية على القصف دون تغيير استراتيجية القصف، دون تغيير ماهية القصف. في كل يوم نشهد البراميل المتفجرة تسقط على الأحياء المحررة دون يعني لا نرى أي تغيير، مهما كان قول الإعلام، مهما كان قول العرب والغرب. النظام يتخذ هذا، النظام يقتل المدنيين في حلب يعني دون أن يبصر أحد إلا قتل المدنيين. البراميل المتفجرة لا تزال تسقط حتى الآن، يعني 9 أيام دون أن نرى التغير أبدا في أي شيء. طبيعة القصف لا زالت نفسها دون أي محاولات ردع. الثوار يعني يحاولون بالمضادات الأرضية، لكن هناك صعوبة فائقة في إصابة الطائرات لأنها تأخذ مكان عالي جدا، وترمي البراميل رمي عشوائي على أحياء معروفة باكتظاظ السكان، أينما تسقط تكون قد أزهقت أرواح عديدة من الأهالي. نعم، أشكرك محمد الهادي مراسل شبكة شام الأخبارية من حلب، شكرا جزيلا لك. في بقية التطورات الميدانية